السلام عليكم، كيف حالكم يا صغار؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم درس مشوق وجميل في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي الجزء الأول بعنوان المربع والمستطيل. فهل أنتم مستعدون للتعرف على المربع والمستطيل؟ هيا هيا. إذن سنتعلم في هذا الدرس التعرف على المربع والمستطيل ووصفهما وتمييزهما. واضح؟ هيا هيا لنبدأ التعرف. إذن انظروا إلى الصورة التي أمامكم. ما اسم هذا الشكل يا ترى؟ إنه شكل مستوى يختلف عن المجسمات، ولكن ما اسمه يا ترى؟ نعم أحسنتم، إذن اسم هذا الشكل مربع. انظروا مربع، أحسنتم. هيا دعونا نتعرف مع بعضنا البعض مما يتكون المربع. هذا مربع. المربع يتكون من خط مستقيم وخط مستقيم آخر وخط مستقيم أيضا وأخيرا خط مستقيم. إنها خطوط مستقيمة ولها اسم سري يسمى ضلع، أحسنتم. إذن كم عدد أضلاع المربع يا ترى؟ هيا هيا أنتم تستطيعون العد. نعم أحسنتم، رائع ممتاز. إذن عدد أضلاع المربع، يتكون المربع من أربعة أضلاع، أحسنتم. هل جميع أضلاع المربع متساوية؟ نعم، إذن جميع أضلاعه الأربعة متساوية، أحسنتم. انظروا للنقاط الحمراء، واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، أربعة نقاط حمراء، ما اسمها يا ترى؟ نعم، سنتأكد الآن. إذن نسمي النقاط الحمراء في المربع برأس. رأس، ماذا أسميه؟ رأس، أحسنتم. إذن لدى المربع كم رأس؟ أحسنتم، أربعة رؤوس، ممتاز. أريد منكم الآن أن تبحثوا في أرجاء المنزل على أشكال مشابهة لشكل المربع. هيا هيا ابحثوا. هل وجدتم شيئا؟ نعم أحسنت، وأنت؟ ممتاز. هل وجدتم شيئا آخر؟ رائع. إذن هيا هيا، لقد وجدت أنا ساعة شكلها مربع، وأيضاً صندوق الألعاب غطاؤه بشكل مربع. هل وجدتم شيئاً آخر؟ أحسنتم. إذن هيا الآن دعونا ننتقل إلى الشكل الآخر. انظروا إلى الصورة التي أمامكم. شكل مستوى، ما اسمه يا ترى؟ ما اسم هذا الشكل؟ نعم مستطيل، أحسنتم. ركزوا جيدا ورددوا معي، مستطيل، ممتاز. إذن هيا هيا لنتعرف مما يتكون المستطيل. خط مستقيم وخط مستقيم وخط آخر وخط إضافي. هل تتذكرون ماذا أسمي هذه الخطوط المستقيمة؟ ممتاز، ضلع، أحسنتم. إذن يتكون المستطيل من أربعة أضلاع، ممتاز. إذن السؤال الآن، هل أضلاع المستطيل متساوية كالمربع؟ كلا، أحسنتم. لاحظوا هذا الضلع وهذا الضلع، هل هما متساويان؟ كلا. إذن هذا الضلع أطول من هذا الضلع، أحسنتم. إذن أضلاعه الأربع غير متساوية، أحسنتم. فنلاحظ ضلع أطول كما قلت،
ضلع أقصر، فطويل عكسه قصير. أحسنتم، ضلعان طويلان وضلعان قصيران. ضلع قصير ضلع قصير، ضلع طويل ضلع طويل. لنلاحظ النقاط الحمراء، ماذا نسميها؟ نعم أحسنتم، رؤوس. رؤوس، إذن كم رأسا في المستطيل؟ نعم، واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحسنتم، إذن رأس. إذن المستطيل لديه أربعة رؤوس. أحسنتم، إذن هل تستطيعون الآن أن تبحثوا في أرجاء المنزل على أشياء شكلها مشابه لشكل المستطيل؟ هيا هيا ابحثوا، أنا بالانتظار. هل وجدتم شيئاً؟ ممتاز، تعالوا تعالوا بسرعة بسرعة. إذن أنا وجدت دينار. الدينار البحريني عملتنا شكلها مستطيل. وأيضا، نعم أحسنت، الورقة، فالورقة شكلها مستطيل. شيئا آخر، ممتاز، علبة الأحذية شكلها مستطيل. لا أسمعك، تلفاز المنزل، ممتاز. إذن هل أنتم مستعدون للتدريب؟ هيا لنبدأ. انظروا إلى الصورة التي أمامكم. ما الشكل الموجود داخل الإطار؟ هذا هو الإطار. ما اسم الشكل الموجود داخل الإطار؟ نعم، إنه مستطيل. أحسنتم، كم عدد أضلاعه؟ المستطيل كم عدد أضلاعه؟ هل هذا ضلع؟ كلا. إذن عدد أضلاع المستطيل أربعة أضلاع. أحسنتم، دعونا نعدها مع بعضنا البعض. واحد، نعم، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحسنتم، إذن أربعة أضلاع. كم عدد الرؤوس في الشكل؟ في شكل المستطيل كم رأس؟ هل هذا رأس؟ كلا. إذن هذا رأس. كم عدد الرؤوس؟ إذن هيا دعونا نتأكد. واحد، بصوت أعلى، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحسنتم، إذن أربعة رؤوس. ممتاز، هل جميع أضلاع المستطيل متساوية؟ نعم، كلا. إذن أضلاع المستطيل غير متساوية. لا، لأن لديه ضلعاً طويل وضلعاً قصير. أحسنتم، ما رأيكم الآن أن نحوط الأشكال المشابهة لشكل المستطيل؟ بإمكانكم الإجابة على التمرين واحد في الكتاب صفحة 116. دقيقة واحدة، هيا بسرعة. ضعوا دائرة على الأشكال المشابهة لشكل المستطيل.
هل أكملته؟ ممتاز. إذا ما رأيكم الآن أن نتأكد؟ هيا إذن، هل هذا الشكل مشابه لشكل المستطيل؟ لاحظوا هل لديه ضلع طويل وضلع قصير، طويل وقصير؟ نعم، إذن هو شكله مستطيل. وهذا الشكل هل هو شكل مشابه للمستطيل؟ كلا، لأن جميع أضلاعه متساوية. أحسنتم. وهذا الشكل؟ كلا، أحسنتم، لأن أضلاعه أيضا متساوية. وأخيرا؟ نعم، أحسنت. إذن ضلع طويل وضلع قصير. أحسنتم. فهذا الشكل مشابه لشكل المستطيل، فأضع عليه دائرة. انظروا الآن إلى الصورة الموجودة أمامكم. ما اسم الشكل الموجود داخل الإطار؟ نعم، ممتاز، إنه مربع. أحسنتم. كم عدد أضلاعه يا ترى؟ نعم، أحسنتم. إذن 4 أضلاع. لنتأكد، 1، 2، 3، 4. أحسنتم. وكم عدد الرؤوس الموجودة في المربع؟ نعم، 4 رؤوس. أحسنتم. 1، 2، 3، 4. هل جميع أضلاعه متساوية؟ ماذا قلتم؟ نعم، إذن نعم، جميع أضلاعه 4 متساوية. ما رأيكم الآن أن نحوط الأشكال المشابهة لشكل المربع؟ لديكم دقيقة واحدة فقط. أجيبوا على التمرين 2 في الكتاب صفحة 116. لديكم دقيقة واحدة فقط. أجيبوا على التمرين 2 في الكتاب صفحة 116. إذن هل أكملتم الإجابة على التمرين؟ هيا دعونا نتأكد، هل هذا الشكل مشابه لشكل المربع؟ كلا، أحسنتم. وهذا الشكل؟ ممتاز، إذن شكله مشابه لشكل المربع. وهذا الشكل؟ ضلع طويل، ضلع قصير، فهو أضلاعه غير متساوية فلا يشابه المربع. وهذا الشكل؟ نعم، أحسنتم، شكله مربع. ممتاز. إذن انظروا الآن إلى الصورة التي أمامكم.
بس مو الشكل يا ترى. نعم أحسنتم، مربع. دعونا الآن نحوط الأشكال المشابهة لشكل المربع. علامة قف، شكل آخر، قطعة جبن، باب المنزل. أجيبوا على التمرين 3 في الكتاب صفحة 117. دقيقتان. هل أكملتم؟ إذن هيا هيا. ممتاز، هذا الشكل مشابه للمربع وأيضا قطعة الجبن. أحسنتم. هيا الآن، ما اسم الشكل الموجود داخل الإطار؟ نعم مستطيل. أحسنتم. هل بإمكانكم أن تحوطوا الأشياء المشابهة لشكل المستطيل؟ هيا أجيبوا على التمرين رقم 4 في الكتاب صفحة 117. دقيقتان.
هيا هيا، هل النافذة شكلها مستطيل؟ كلا، قطعة البيتزا. لذيذ. كلا كلا، ثلاجة المنزل. نعم، شكلها مستطيل. علم مملكة البحرين. نعم، شكله مستطيل. أحسنتم. ما اسم الشكل الموجود أمامكم يا ترى؟ هذا الشكل. نعم، مستطيل. أحسنتم. هل بإمكانكم أن تحوطوا الأشكال المشابهة لشكل المستطيل؟ أجيبوا على التمرين 5 في الكتاب صفحة 117. دقيقتان. نعم، أنا أرى إجابات صحيحة. إذن هيا نتأكد. هذا الشكل مشابه لشكل المستطيل. وأيضا، هل هذا الشكل مشابه للمستطيل؟ كلا. إذن أحسنتم، هذا الشكل مشابه للمستطيل. وبالتالي انتهينا من التدريبات السابقة. حتى تتدربوا بشكل أكبر، أريد منكم الرجوع لكتاب التمارين صفحة 46 حتى تقوموا بحل المزيد والمزيد من التمارين. اتفقنا؟ وبالتالي انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى أنكم استفدتم وتعلمتم الكثير وتعرفتم على أصدقائنا المستطيل والمربع. إلى اللقاء.